$100 هي الكلفة التي سيدفعها اللبناني الراغب في مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي تنطلق خلال أيام في البرازيل. وعلى عكس كل الشائعات فإن قناة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات المونديال في لبنان كما في الشرق الأوسط. والسؤال المطروح هو كيف يمكن لمن لا يمتلك ريسيفر خاص أن يتابع المباريات؟ الريسيفر هو الريسيفر العادي الموجود. مظبوط صحيح. من عندنا أو ليك يا من عندنا يا من الموزعين المعتمدين بكذا يعني كل منطقة فيها موزعين من عندنا. إذا زرتوا ويب سايت الشركة عنا بتعرفوا كل المناطق مغطية وكل مناطق وسط للإشارة. السعر هو $100 للزبون. بس متروك كمان لا. إذا إيش السيئة؟ لا. إذا إيش $80 لحضرتكم. أنا اللي بدي بدو يحضر. أهلا وسهلا فيك. نحن 6 مليون. ما بدي نحكي بأرقام ولكن مبالغ كبيرة. هلا بتقلي إنه حدا بيعرض 6 مليون حدا بيعرض 7 مليون نحن مش ما عندناش مشكل. نحن بانتظار هالعرض اساسا. فريح اللبنانيين ما زال انت مشغول بالك. لا لحظه شوي في غلغات هون صار موضوع 350 او $360 هيدا ريسيفر دايركت من بي ان عن نايل سات او سهيل سات. هون بتدفع 308 او $350 تحضر دايركت مش خلال لا موزع ولا شيء دايركت انت دايركت تو ذا هوم. هيدي قصه 350 او 360 اللي هي قبل أيام على انطلاق المباريات رسميا. يبقى أمام اللبنانيين خاصة من لا يمتلك منهم $100 أسئلة عديدة. هل ستتدخل السياسة في نهاية المطاف وتفتح الأبواب المشفرة أم سيكون الحل بدفع $100